السلام عليكم أيها الحضور الكريم، السلام على آباء الشهداء وعلى أهالي الشهداء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ربما كانت كلماتي في حق هذه الثورة المباركة إن شاء الله والمنتصرة، وأنا الآن أزداد شرفا بأن أشارك في تأبين الشهيد عيسى قنبر، فهو شهيد في فترة التسعينات. ربما كنت في سن صغير ولكن كنت أعي من كان عيسى قنبر وماذا فعل عيسى قنبر، فهنيئا له هذه الشهادة. يا شهيد، يا شهيدي ثار ويا فخر البلد جيتك، يمك ويم روحك اللي بقلبي مضوية، وللأسف ما عندي حاجة تنهدي بحقك، لأن لو أهدي العمر لك يبقى شوية، وانت أهدى لك إله القدرة من نورة الشهادة وذي هداياه الإلهية، كل سنة وانت شهيد تشرف البحرين، كل سنة وانت بلا ذلة وعبودية، كل سنة وانت فخر وبلادك افتخرت، وانت في مثلك ترابك تفخر الدنيا، وجاي لك اشكي واقول واسرد احوالي، وانت حي تدري اللي جاري بي وعلي، وجيت افصل كل جرح خلانا بالحسرة، جيت اقول البينا كله مو فقط بي، جاي امامك اسرد بقلبي الك اهات، شعبك اللي من ظلم بالحسرة يومية، لن يلطم على الصدر ويعادي من عاداه، لن يلفظ يا علي بالروحة والجية، باختصار انه يحب آل احمد المختار ويكره يلعن علن زمرة بني امية، عاقبونا بكل حقد والله على كل شيء، بالسجن ويا القتل رغم ان سلمية، وانت تدري وانت واحد من ضحاياهم، وانت تدري بهالحكومة وعارف النية، في وطننا رد رجع بن ملجم الظالم وخلف بأحقاده امثال ابن تيمية، ورد رجع شمر اللعين ويحقد علينا، وعدنا هو نفسه وشبيهه مية بالمية، ورد رجع حرمله وبإيده السهم قاصد يصوب الماله ذنب ضامي بلمية، وهدموا منا المساجد يا رفيع الشان، والمساجد كلها المهدومة شيعية، شنه يعني شو القصد شنهي نواياهم؟ واضح الشي دام يتبعون السعودية، الأوامر مسلمة بس كلها بالظاهر، بس نواياهم ترى كلها يهودية، أيدوا كل ثورة طلعت خارج البحرين بثورة كذابة تسمت ثورة سورية، فيها شيعة ذبحت حقدا على المذهب وردت تجينا السلالات السقيفية، ورجعوا اللي يفتب ذبحنا باسم الإسلام، واكلت لك باد رجعت بالفعل هي، تعاطفت ناس بصور مكذوبة في الواقع، وقالت الثورة بصراحة ثورة شعبية، مو نفسها اللي ينظرونها جارف بلادي، مو ضحايا تقتلت بكل عدائية، مو نفس الارهاب موجود بنفس الاسلوب، مو بعد امتنا اسلامية ثورية، مو شباب استشهدت والرضع اختنقت، مو مطالبنا مثلهم عدل حرية، مو يقولون ان بشار الاسد ظالم خلي يقرون بظلم حكم الخليفية، مو شباب استشهدت والرضع اختنقت، مو مطالبنا مثلهم عدل حرية، مو يقولون ان بشار الاسد ظالم خلي يقرون بظلم حكم الخليفية. هذا هو التناقض يا شرف لوطان،
أصبح الباطل وهو الحق اللي بالدنيا، وأصبح الحق باطل وكل شيء انعكس بينا، وسموا الشيعة الخنازير المجوسية. دولة تسجن كل شريف يناضل الشعب، وتترك البايق يواصل بوقة يومية، والأخير اللي سرق مال الشعب يطلع وينسجن اللي تسلف حتى ربيه، والقهر يرجع وشيلونه وبايقهم، وعادي وهم عادي بأحلى نفسية، وباكر وماهي بعيدة عنهم تشوفون، يأمرون إن السرق واجبنا ترقية، والحرق تاير كمحتج بالظلم يحكم بسنة وسنتين ويوصل عادي للمية. هذا يا فخر الوطن واقعنا المؤلم، رادوا نعيش جميع الروس محنية. شنه أحكي لك بعد شنه أسولف بيه؟ عشنا فتنة للأسف شيعية سنية، النظن إنه يدافع عنا بيثارة، انقلب خاين ولا دغلدغة الحية، فرقوا بين المذاهب نكرة والعشرة، والأخ بكل غدرة قاعد يغدر بخية، لكن بدمك وكل دم روه التربة، الشعب ساعب مطالب عدل حرية، ولازم بيوم الظلم بفنا ويروح الجور، ولازم بأي لحظة ننهي كل عبودية، وانت تبقى يا شهيد الضاوي للثوار، وانت في مثلك ترابك تفخر الدنيا. قصيدة كررتها مرارا وسأختم بها، وهي رسالة أتمناها أن تصل. ما يصير إحنا الفقارة وإنتوا أولاد الحمايل، وما يصير إحنا العجم وإنتوا الأصلكم بس عرب. العروبة غيرة مزروعة وبها طيب الخصايل، العروبة فيها قوة ومرجلة بأعلى الرتب، العروبة يعني ما تسجن طفل بالحق يناضل، العروبة ما تذل حرمة وتكون انت السبب، والعرب مو يعني غترة وفوقها العقال مايل. يا أخي ومن قال إن كل عرب بلحية وشنب؟ هذا تاريخ البدو، عرضه وتحدي وسيف قاتل، والبلد هذا حضري بس بالبدو كل النهب. لا تقول إيراني أصلي، لا لإنكاري تحاول، وكلكم التدرون بصلي يا قليلين الأدب. يا أخي التاريخ نفسه عن جذوري وأصلي قايل، مو تجي أنت وتشك بصلي وتشك هم بالنسب. إش فيك غيرت الحضارة؟ إش فيك غيرت الحضارة واندثر ماضي الأوائل؟ لحنا خياله ولا نرقص على العرض بطرب، ما تربينا بخيام الصحراء مثلات القبائل، وما تغذينا بلبن ناقة ولا من له شرب، وما نربي صقور بمسمى القنص فوق الأنامل، والقنص ما هو عرفنا وما أحد لجله رغب، والرجل ما يربي شعره وتسرب جتوفه الجدايل، وما وعينا نشرب القهوة على جمر اللهب، ولا تصنعنا الشعر بس ولك الحاجة نجامل. والشعر موهبة نعمة مو مقال ولا خطب، أصلي بحرين الهوية، ويا حبيبي لا تسايل، وقرأ التاريخ واعرف شنه عن أصلي كتب. ماضي هالبلدة الثمينة لولو محار وسواحل، والنخل مشهور فيها وانشهر فيها الرطب، شيعة سنة كلنا عشنا وما تفرقنا الهوايل، حتى لو خبث الفتن بمجتمعنا النشب، خيرة الجاهل بيكبر حتى لو في فكرة جاهل،
المهم تبقى المحبة ونبقى بس احنا الشعب. هذه بحرين الشهيرة اللي كل من طيبة واصل وفيها سني وفيها شيعي وكل من بحبك ترب. وهالوقت فيها اليماني وبعثي من أجلاف بابل وهندي عامل بس كفيله سوري من حمص وحلب وجيش يقمعني بسلاحه جاي من صحراء حايل يحتك أعراضي بجحوده ويعتقد إنه غلب. وهم تظن هالثورة تخمد واضعف ومالك أقابل ترى للحين أنا سلمي وقلبي بعده ما غضب. ترى تحلم في فكرك لا تظن لركوع قابل بقبل بأسقاط حكمك هاللي راوان العجب. ليش شككت بولائي وليش تتعجرف تماطل ليش قلبك في شعوره بهالوقت هذا انقلب. تنتقم مني لأني ما قبلت بجور وباطل وكل حقوقي بهالبلد منك تروح وتنشطب. هي شجاعة تعتبرها لما نتبيد المنازل هي شجاعة تعتبرها لما نتهدم قبب هي شجاعة تعتبرها تضرب الحرمة يا فاشل. وليش ترضى بكل شي حقي ينهتك أو ينسلب. ليش إعلامك شتمني وليش منه هالمهازل ليش أنكرني بوجودي وليش على العالم كذب. وكل ما يكذب كذبة عودة قالوا قوله عطني فاصل وذهب الخاين فأصله وخون بحقد الذهب. حقي أستنكر فعلكم وانزعج من هالعمايل حقي أسأل حقي أعرف حقي أقول العتب حتى إبليس اللي عرفه ما وصل هذه المواصل. انتوا مسخرتوا نفسكم بالفضايح يا جرب وهم تقولوا لي عرب وانتوا اللي أولاد الحمايل لين منكم هالعروبة لعنة الله على العرب. للأسف من هالطواغي صرنا في هذه المراحل صار عادي الموت والله وبينا كل ظالم لعب. هالبلد غالي بيبقى ولجل بنضحي ونقاتل واللي يتجبر بيسقط وبيحترق وسط اللهب. واللي جارب هالبلد عيله من أسفل هالعوايل تبتدي بخاء الخيانة وتنتهي بتاء التعب. تبتدي بخاء الخيانة وتنتهي بتاء التعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.